ماكسيلر ساينسز، هاي الماكسيلر ساينسز بعمل عليه بيركشن بهذا الشكل. اذا الماكسيلري والفرونت عفوا الفرونتال ماكسيلري، الصوت اللي بسمعه هذا صوت اللي تسمعه التيمبانيك الان. طيب الان شو ممكن انه يعني اصوات غير طبيعيه لما يكون في الهورس اكسبوز تو ساينوسايتس، التهاب في اكزوديت في باص، فيتوقع نسمع صوت دال دال ساوند. طبعا بالمناسبه الماكسيلري ساينسز از فيري كومن ان هورسز، از فيري كومن ان هورسز. ولذلك طبعا الماكسيلري ساينسز بالهورسز بيكون سبب اما فيروس او بكتيريا او فنجس، او احيانا بيكون الباص اون ذا تشيك توث، ابر تشيك توث، ابر تشيك توث بيكون فيها باص بيطلع على الماكسيلري ساينس بيصير عندي ماكسيلري ساينسايتس. ف ات از فيري كومن بالرومينانت اند دوجاتس ليست. خلاص انا بدي احكي لكم المهارات وبعد نطبق ما يمكن تطبيقه. طيب مجموعتكم فحصنا الاي اكزامينيشن البوبولار لايت ريفلكس، مين الشفاش البوبولار لايت الضوء على العين، والمين الكريفلكس والكونجكتيفال ميكوسمبرين، مين ما شافها كلكم شفتوها؟ زين لا هو قبل العين تفضل العين ولا بعد العين سمت الضوء على الاي بيوبل، اذا صار في كونستركشن هذا نورمال ريسبونس، اذا ما صار في اب نورمال ريسبونس. المينيك ريفلكس بهذا الشكل، طبعا هذه فيها كونجكتيفايتس ما نقيس عليها، نقيس على فوفو بس تنقوز كثير. واضح؟ اذا هذا الاكزامينشن. طيب الليمف نود السب مانديبولا والريترو فرنجيا فحصتوها؟ انا بحكي لان في بعض الجروبات ما اخذوها. السب مانديبولا والريترو فرنجيا فحصتوها؟ تعرف تفحصوا مين طلع لي الريترو فرنجيا؟ يلا شوف كيف طلع الفرنجيا. ايوه 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 احسنت، تحت السب مانديبولا. اذا الريترو فرنجيال، هذا الريترو فرنجيال يا اشور، الريترو فرنجيال طبعا على اليمين وعلى اليسار طبعا هذا الموست كومن بالهورسز الموست كومن فور فيزيكال اكزامين. كان جبت له هذا بالحلال شرع، كيف حالك؟ شو جاي زمان كان جاي على حفله؟ وين السكراب؟ وين السكراب؟ وين وين شو الالوان متناسقه هو سكراب؟ والله انا صار عندي حول. اول مره بشوفك الحمد لله. ريتو هيا 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 هير وورك سمان ديبلر هون يا شرع، سمان ديبلر هون صح. اذا الموست كومن الليمف نود هي سمان بالهورسز يا احجازين، سمان ديبلر وريتو فرنجل. بالبار قلنا شو الموست كومن بالبار؟ بريسكابيلر في فيمورال بريسكابيلر. احسنت. طبعا في اذر ليمف نود زي مثلا السيرفيكال وبري فيمورال بالهورس، بس يعني ليس كومن، المور كومن هي السب مانديبولار والريترو فرنجيال. تمام. اذا الاي اكزامينيشن اي اكزامينيشن اي بي سي الليمف نود الساينسز اوكي. طيب الان اللانجوسكالتيشن area of lungus cultation، area of lungus cultation بدي احدد اول شيء المنطقه اللي بسمع فيها lungus cultation lung sound. الاريا تعال هون عند هاي الكوفو. الاريا كالتالي، نتوازى الله ورا عشان بزيد كل شو ماشي باجي عند الاوكراين بروسيس اوف ذا النا. صوتي مسموع صح؟ هاي مزبوط. هاي الاوكران بروس بالنا بمال الاوكران بروس بالنا. تمام. بطلع بشكل عمودي وهمي لعند البوستير انجل اوف ذا سكابولا، بوستير انجل اوف ذا سكابولا. تمام. اذا من عند الاوكران بروس اوف ذا النا لعند بوستير انجل اوف ذا سكابولا، اذا صار عندي نقطتين، نقطه هون نقطه هون، بعد بمد بشكل وهمي خط من عند posterior angle of the scapula to the tubercoxie. ظل عندي الوتر بعمل costal arch بس مش من هون لهون. وين بحدد الكوستال arch او الوتر؟ عند middle of ribs 12 11 9
مع 10 11 9 قديش مناسب للخيل كم ربط فيه؟ احسنتي 18 على اليمين 18 على اليسار 18 العربي البقر قديش يا ابو شرع 13 طبعا طيب كيف العد عد عكسي ولا يعني بعد بالاخر الاول ولا بالاول الاخر لا من الاول للاخر من الاخر الاول ايوه بالضبط فانا بروح عند هذا هدي اوكي هذا ضلع 18 17 16 15 14 13 12 اذا هذا 12 مثل 12 مثل 12 مثل 11 10 9 9 اوكي هذه النقاط طلعوا شايفين كيف هي بعملها مع هذه النقاط الثلاثه اوكي هي بعملها زي كوستال ارت يعني انا جيت على المنتصف بعملها زي كوستال ارت يعني صار عندي الاريا بهذا الشكل مثلث يعني مثلث بس اللي هون شافوا كيف عيدها هي تعمل شغله وهميه من عند الاوليكران البروسيس اوف ذا النا تمشي عموديا الى عند البوستير انجل اوف ذا سكابولا تمام ومن عند البوستير انجل اوف ذا سكابولا تو ذا تيوبر فوكسي تمام صار عندي الوتر كيف بعمله ما بعمل من هون لهون لا بعمله عند منتصف ضلع 12 11 9 اللي هي كانت هون هاي المنتصف فانا هيك بحدد المنطقه يعني بمعنى انه الاريا هاي هون هيك صار شو نعمل هون هاي حدد الاريا اذا هون انا بحط سماعتي طبعا على اليمين وعلى اليسار على اليمين وعلى اليسار بسمع صوت الريسبيريشن والانسبيريشن طب احيانا ممكن انه يكون في صعوبه في السماع الصوت فانا شو بعمل بالحاله هاي يا ابو دحله تمام دحله بعمل ثلاث شغلات واحده من ثلاث شغلات يا اما لايت اكسرسايزنج بمشي بهرول الحصان ايوه وبعدين بسمع مباشره اللانج ساوند اور بعمل كلوجر اوف ذا نوستريز لمده 20 30 ثانيه كلوجر اوف ذا نوستريز هاي وين راسك وين راسك يا شباب شفت في راسي هاي هاي عليها سنسيبه على الخطوة من عبنجار من إيش؟ من خارج خطوب صحيح يا عمري؟ نعم لا نعرفه نعم عمري مسيح للطول لا 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 ما هو في واحد هذا العمري اللبناني بغني هذا بغني هذا واحد منكم بلدات فوق جنوب لبنان في واحد اسمه هنفلو بحكة عنه اوكي اذا انا شو بعمل واحد الله يمسك بعمل كلوجر اوف ذا نوسترز يا شباب بعمل كلوجر اوف ذا نوسترز لمده 20 ل 30 اهدي 20 ل 30 ثانيه ومباشره بسمع اللانج ساوند او بجيب لاستيك باك بسكر المصل مع النوسترز من 30 لغايه 45 ثانيه اوكي او بعمل لايت اكسرسايز وضحت او لايت اكسرسايز وبسمع مباشره اللانج ساوند طيب اذا حددنا اللانج سكوتيشن وقلنا اذا ما سمعنا شو بعمل طيب شو اشياء كمان نعملها كفيزيكال اكزام تريكيال اكزامينيشن فيزيكال اكزامينيشن في التريكيال التريكيا زي البس بروح على لا خليني هون نقوز معليش راسي وين راسي وين راسي لا تطلع هاي مش فاهم اعطيني لطفه فكرت اهوي طيب الان كيف افعل تريكيا باي بارتيشن اند سكوتيشن بارتيشن اند سكوتيشن الان بارتيشن كيف بعمل بروح على الابر بارت اوف ذا تريكيا اللي المتصله مع اللارنكس بعمل بارتيشن بتاكد انه البوزيشن تاع الابر بارت البوزيشن طبيعي بتاكد انه ما في ديفورميتيز بتاكد ما في سويلنج
بنزل لتحت كمان شويه بروح عند المنتصف بعمل ماي ديجيتال مساج، يعني باصابعي هيك بصير بعمل مساج على النص ماي ديجيتال مساج حتى انه تو تشيك فور فيرز كاف. اذا في كاف دي تو تراكياتس، اذا في تراكياتس وعملت ماي ديجيتال مساج ممكن انه يصير في كاف. اوكي ثم ممكن يطلع حسب الليفل اوف انفلاميشن تضربني. ثم بنزل لتحت عند الفنترال بورشن. الفنترال بورشن بتاكد انه ما في سويلنج، ما في بين دو تو سويلنج. اوكي اذا هذه طريقه فحص التريكيا باي بالبيشن. اذا ببلش من عند السيرفيكال بورشن ثم الميدل ثم الفنترال. تمام اذا بحط الستيثوسكوب بسمع حركه الهواء في التريكيا. الحركة الطبيعية هي زي حركة لما هواء داخل ماسورة داخل التيوب، هذا الطبيعي. طب إذا مثلا في تراكياتس، إذا في بلوكج أو مثلا في باس أو مثلا في انفلاميشن لور ريسبيرتوري تراك انفكشن، يعني أكيد ما راح تسمع الصوت الفونيشن الطبيعي في التريكيا. أوكي إذا هذه طريقة فحص التريكيا بالبيشن. طبعا هذا كله أنا بحكي لك إياه نظر بس بدك تطبقه، بدك تطبقه بالامتحان بسألك عنه. امتحان يكون عملين؟ في اثنين عملي وفي نظر. ما اتفقنا حكينا قلنا الميد امتحان الميد في نظري انا والدكتور صبري، والعملي انا راح اعطيه تبع الميد. الفاينل العملي تاعه راح اعطيه الدكتور. يعني بالعمل العلامه ولا عملي؟ متى العملي؟ عملي 14 العملي شفتنج عشان العيال المسيحيه اللي بتكون مش في 28 وخمسة وخمسة خمسة وستة خمسة، فالعمل شيفتينج صارت 14-5. يعني دكتور المد بنقسم عملي نظري، في جزء نظري من قد ما كان عملي كثيرا مع بعض تبع البيتس انيمال والروبلانت والعملي تاعك في عام المد مع الامتحان مش هون اي امتحان بدنا باسبوع الامتحان عملوا شو اسمه عملي. لا 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 عشان نعرف المدرسه. طيب توصل المد 14-5. الفكره انه يا جماعه الفكره كالتالي يا جماعه، لا جدول جدول بيزنطي او جدول روماني. اي مهاره متعلمه هنا انت معني فيها نظريا بالامتحان اونلاين وعمليا براكتس بالامتحان العملي ببساطه. بس ذاتس واللي ما بده بتروح عليه بنشوف السنه الجايه. اوكي فالفيزيكال اكزاميشن بتاع تريكيا بالبيشن فولد باي اوسكلتيشن. بتعرف مش بس بال ايه تفهمك لا فهمني قول لي والله مثلا بالابر بارت المفروض انا سالتك السؤال هذا قول لي بالابر بارت انا بشيك على الجنكشن بتوين اللارنكس اند تريكيا بشوف في سويلنج بشوف في بين البوزيشن تاعها صح بشوف انه ما في بشوف في بين اوكي ما في بين ما في سويلنج اوكي ثم بنزل عند الوسط بعمل ماي ديجيتال برشر بتاكد ما في بيرسيستنت كاف ديجيتال تراكياتس ثم بنزل لتحت بتاكد ان ما في سويلنج اندوسينج بين بعدين بعد ما اعمل البالبيشن بروح بجيب السماعه ببلش من فوق لتحت بشوف حركه الهواء وذين ذا تريكي. دكتور سؤال نعم المساج اللي بنعمله نقدر انه اعمله عشان والله بيعتمد على كميه اكزيديت يا مو في اكزيديت ترانزيديت مفكر بالباثولوجي اكزيديت ترانزيديت اذا ترانزيديت سهل انه يطلع اما اكزيديت يعني بده اكسبكترانس. اوكي اذا فينا كيف تريكيا اكزام وكيف اللانج اوسكلتيشن. طيب الان ابدومينال اوسكلتيشن طبعا الابدومين هي من الاريا من باج من عند اخر ضلع لو ضلع 18 بمشي من عند لعند التوبر كوكسي فهذا الفلانك هي زي الفلانك هي كان الفلانك الابدومن. بس الان كيف بعمل اوسكلتيشن للاريا هاي؟ في عندي كوادرانت اكزاميشن اربع مناطق. المنطقه الاولى يا شرع هي ابر رايت وابر ليفت ابر رايت وابر ليفت ثم لور ليفت ولور رايت. يعني في عندي upper right upper left و lower right lower left. تمام؟ طيب الآن بال upper right شو بسمع؟ يعني عايش بدور على صوت ايش؟ لا upper right upper بس بال upper right check for seekup seekup upper left stomach upper left small intestine لا
small intestine طيب. upper left lower with a right or left large colon large colon العباس اوكي يا شباب اذا upper right cecum upper left small intestine lower right left large colon طب الان شو بسمع اوكي حطينا هالسماعه بهالمناطق عشان شو بسمع بسمع البوربروجمي الاصل البوربروجمي البوربروجمي طبيعي البوربروجمي الطبيعي طيب الان افرض مثلا الكركعه او افرض مثلا في عندي كوليك في عندي كوليك وكوليك مثلا طبعا الكوليك بدي اخذته عنه مقدمه بس صح الكوليك من اهم المشاكل بتصير الخيل حتى يقال انه في تقريبا 93 سبب للخيل 93 سبب للكوليك او اكثر 93 سبب من اصعب درجات الكوليك اللي بيؤدي الى تورشن اوف ذا انتستين يس تورشن وانفاكشن واسكيما اوكي هذا لانه جوين تو ديث تو بي داي اوكي راح تموت اوكي اكيد هون ما رحت او في مثلا في كوليك بيعمل اوبستراكشن في كوليك بيعمل اوبستراكشن فما تتوقع انه مثلا لما يكون في اوبستراكشن ديوسينج كوليك انه تسمع الحركه الجي اي تي تمام فانت الاصل الطبيعي تسمع البوربروجمي طيب اذا تعذر عليك سماع الحركه النورمال بوربروجمي شو بعمل بطعمي نمنم بطعمي نمنم هي اكل ماشي بس ابو مش مباشر مش مباشر يعني بعد ثلث ساعه بفحص الجي اي تراك او ابدمنا السكولتيشن اوكي يا شباب واضح الكلام بحكيه كلام ظريف اكيد طيب ممتاز طيب ضمن الاشياء اللي بدها تطبيقي وهون اللي هكلا همه مع هذا الجمع الغفير اللهم زيد وبارك وبعد الحلم مع الحلم خلاص طبق انت دكتور وخلاص الامتحان يعني لا لا طبق لا لا طبق هلا لحالك خلاص شو عمل الشباب اللي قبليكم علمناهم طريقه الحكم بالعظم بالعدل اي ام وجمع بالعضل ولا عدل؟ عضل عضل في ناس بيحكوا العدل في ناس بيحكوا العدل في ناس بيحكوا العضل عضل احنا بنحكي العضل عضل العضل ضرب العضل ضرب العضل العضل اوكي علمناهم كيف الاي ام انجكشن كيف الاي في كيف يجمع بلاد كوليكشن واعطينا فلويد ثيرابي فلويد ثيرابي بالوري يلا ما بعرف شو بدي بش بدي بلش من بلش شو سوي بدك سرنجات يعني ما معكم ما حد حكى مع ما حد حكى نجيب طويل المرة الجاية يقول بجيب سرنجات يا شباب ما حكيت لنا أنا عندي بس ما راح يكفي علمه طيب اسمع ما هو شوف عليه الآن كل منطقيين هاي تنقص الحال وهاي يعني هذا شوي هناك يعني بدنا نكون حذرين الآيام المناطق الآيام اسمع شوي مناطق الآيام في عندي أفضل منطقة بالخيل النيك النيك إيريا وهي حتى محددينها امبارح لما عقمنا المنطقة النيك إيريا أوكي النيك إيريا بحددها كيف بحددها من عند البوستيريور بوردر أوف ذا سكابولا يا إبراهيم أبو خديجة بوستيريور بوردر أوف ذا سكابولا اوكي بعدين الضلع الثاني هو موازاه النيك ليجمنت يعني دكتور في الكتف هي 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 يا بالعيون هاي حاطين هي مبين هذا اللي هي بالبستير بستير بوردر ذا سكابولا الخط الموازي للنيك ليجمنت ثم الوتر هذه المنطقه هي بدخل فيها الابره بشكل عمودي 90 درجه 90 درجه اوكي ما تخافون ما دام انك انت مش ما دخلت في في الفين في الارتري في النيكل ليجمنت يعني يو ار يعني سيف سايد هاي المثلث مثلث دقيقه شوي طولي بالك شوي اوكي فانا بعطي بالعضل بالمنطقه هاي هذه افضل انا بالنسبه لي بفضل في النيك اريا طب هل في مناطق يعني بمعنى بالمنطقه هاي ممكن تعطي الخيل هو داخل حصار هو برا اوكي لكن المناطق الثانيه ما بتقدر تعطي الا هو داخل الحصار زي ايش الجلوت الجلوتياس هون وسيما ممبرينوس تندينوسيس هون ما تعطيه الشاطر في برا اوعى بده الشاطر حره هو بس على الطيره اوكي اذا الجلوتياس اند سيما ممبرينوس او تندينوس او هامسترينج بيكون يا عمري يا عمري يا عمري يا حياتي خليك معي
ايه الجلوتس هاي الجلوتس هاي الجلوتس اوكي بس برجع بحكي هون ما تعطي وهي برا خلاص طيب الان بدنا نرتب بطريقه يعني ابرز زاويه 3145 بكون ضاغط بالابهام وبسحب ما ضبطش ارفع اهم شيء الابهام ما اجيب اظني ضاغط وبعد ما هذا بعمل مسائل طبعا نعقب بعد ما نكمل يلا اليوم تعال شوف علمكم بالدم هاي الابهام بدخل ابره بدك تضلك ضاغط تحت هيك اضغط 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 حسي بالان بالوريد حاسه فيه بلجي اخذته بالهزبندر يا وانا اعطيتكم اياه بس انتوا ذاكرتكم ضعيفه عارفين كيف نجحنا مش عارف والله صح ارفع ال مدخل الهواء ماشي مدخل الهواء خلص تمام تذكر سكر خلص تمام قلت لك مش ثاني له في كانوا بدنا كانوا شغلات ثانيه خليها ارفع راس سميه هاي جايز هلو معزومين عندنا باربيكيو عندنا عشة سرايا حراء اصبعه مين يجي يلا حراء اصبعه وام علي ام علي لان بحكي بكل لهجات عادي اوكي ارفع له ها تا 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 واحد بيضل ماسكه هيك واحد ضل ماسكه هون يلا ارفع اللي ها شنزلها يلا تمام طبعا هون عادي لو سرعنا لانه نورمال سلايم يعني مثلا لو لكن في بعض المحاليل بتكون فيك زي الكالسيوم لا بتكون دريب باي دريب فهون ما حد يقول لي ليش ما يدرب ما